أسير سابق في معتقل في الجزائر، أسير في 1976 في قتل 2003، وهنا اليوم في بلاد المغرب بعد العودة. يعني فوجئنا باستقبال الجاري الجزائري وما يخص هذا اليوم يأتي في إطار احتفال بالذكرى 43 للمسيرة الخضراء المظفرة. عرف هذا اليوم مجموعة من الأنشطة الخاصة بالميدان الاجتماعي، حيث تم توزيع مجموعة من الدراجات الهوائية على التلاميذ المميزين أو المتميزين بالمنطقة. كذلك تم تنظيم ندوة ثقافية علمية بشراكة مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة بن قفيل. مجموعة من المداخلات اللي صبت أو أرخت لهذه المناسبة في الصحراء المغربية. كذلك تم التطرق إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعلاقتها بمنطقة بكوطة بشكل خاص. واجب الذاكرة المغربية، واجب التاريخ المغربي، وتقديرا للأبطال الذين عاشوا سنوات أسر في معتقلات العدو، في معتقلات الجزائر، معتقلات تندوف، معتقلات كويزر. يعني لازم من هذا الإنتاج، لأنه واحد حقبة مهمة من التاريخ اللي للاسف تراكمت عليها الغبار، وكان لابد باش تزول هذه الغبار هذه ونشوفوا الواقع ونعرجوا على وجه البوليزاري وعلى وجه الجزائر الحقيقي. انه كاين اشياء ما يمكنش تحقق، ما يمكنناش نلعبوا بالانسان وبالبشريه ونتغمضوا ونجاهلوا كل عدوان وكل ظلم وكل احتقار وكل التعذيب والإهانة اللي عاشوها الأبطال المغاربة خلال الأسر سنوات طوال 25 سنة، 27 سنة، واللي قام بتشكين بالوطنية ديالهم، قام بتشكين بروح القسم، قسم المسيرة الخضراء، وما قدروش جميع الحالات يتغراو او يصدر عليهم العدو، العدو ما استطاعش انهم يقتلهم او يدحدحهم على وطنيتهم. فهاد الناس هادو اقل حاجه ما يمكن ان نعملها لكي نرد لهم الجميل، اقل حاجه للذاكره هو انتاج هاد الفيلم اللي اضطرينا هم، مش احنا اضطرينا كمنتجين او كطاقم تقني، بس هما كمعنيين بالامر بغاو هما اللي يلعبوا الادوار ديال هذا الفيلم هذا. لانه ما كيمكنش فيلم، هذا ماشي فيلم فني غادي يلعبوا انفيكسيون، كنلعبوا ادوار واقعيه من الواقع المر، هما اللي عاشوا الواقع المر هذا، فكان هما لازم انهم هما يجسموا هاد الادوار من جديد ويحاولوا
تعاونوا وعرفوا بعض 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 احداث بعض احداث الظلم والاحتقار كبنات. فانا كنشكرهم جميعا وكنشكر ديجا وكنشكر طاقم على رحلتهم علينا جاب الطياره. كنشكر جميع هاد الابطال هادو كنهنيهم على الشجاعه ديالهم وعلى اخلاصهم للوطن. واليوم الحمد لله كنشوفهم معنا خليت ديال الذكرى 43 ديال المسيره الخضراء اللي كنتواجدوا اليوم في تراب جماعه الكوطر اللي كان صدر الرئيس ديالها سي علي سانيكان على هذه المبادره الجميله الطيبه اللي كانت من ابهى المبادرات ومن ابهى الاحتفالات اللي حضرنا لهم بالمشاركه بهذا الفيلم. فالشكر موصول للجميع ان شاء الله. وكنشكروا اهل الكوطه وكنشكروا حفاوه الاستقبال ومن جميع الاطراف. وشكرا وكنتمنوا ان هذه التجربه هذه اللي عشناها مع جماعه الكوره نعيشوها في جماعات اخرى لكي نهدي شيئا من الاعتبار هذه الابطال هذوك.